خلينا بقى نروح ونتكلم عن دوري ابطال اوروبا، لان النهارده عندنا ماتشات كتيره جدا ومجموعه من الماتشات يمكن الجميله. يعني عندك تشيلسي مثلا هيلعب مع ريد بول سالزبورغ النمساوي في النمسا، عندك كمان يعني زي ما بيتقال تشيلسي خلاص حسب موقفه اصلا من التاهل، لكن يهم برضو الناس اللي بتحب ميلان ان تشيلسي يكسب، يعني يكسب ريد بول وميلان ان هو يكسب دينامو زغريب على الناحيه الاخرى طبعا الكرواتي، عشان يتاهل ميلان مع تشيلسي لدور ال 16 وتبقى بقى المواجهه الايه؟ الكوبرا طبعا. يعني المباراة هتكون قوية أكيد في معقل بروسيا دوترمند اللي هيواجه برضو كتيبة جوارديولا، بيتقال عليها كده كتيبة فعلا جوارديولا، ومعاهم هالاند فريق مانشستر سيتي. مواجهة مرعبة إن صح التعبير، هي مواجهة مرعبة لبروسيا اللي محتاج بقى هنا إن هو يكسب أو حتى يتعادل عشان يصعد مع المان سيتي هنا لدور ال 16. فلا عندك تشالنج رائع، عندك طبعا لسه أمور كتيرة هتحسم، وهيبتدي يبان بقى شوية كريم النتائج، يبتدي يبان شوية كده الفرق القوية. لحد دلوقتي الأمور مش واضحة قوي، يعني مان سيتي يلعب مرة حلو جدا ويتألق وهالاند يتألق، بعد كده لا ليفربول يلعب بمستوى مش حلو كده يتألق ماتش ويرجع. يعني بص لسه ما فيش حاجه تقدر تحكم عليها رؤيه معينه او رؤيه واضحه لحد دلوقتي يعني. ولكن ده ما منعش ان في ناس كتير قاعدين بالورقه والقلم عمالين يحسبوا اول طبعاً. باول، يعني المنافسه مثلا في المجموعه دي على التاهل غالبا هيكون محصور ما بين اشبيليه الاسباني وبروسيا دورتموند، عشان كده الفريق الالماني يكفي حتى التعادل لحسم التاهل. اما المجموعه الاخيره ففي امل بسيط جدا ليوفنتوس امام بنفيكا انه يكسبها، ويستنى ان بنفيكا يخسر كمان الماتش الاخير. ومش بس كده الحقيقه، ده اليوفي محتاج كمان انه يكسب باريس سان جيرمان في اخر جوله، وافتكر دي هتكون حاجه في منتهى الصعوبه. يعني المجموعه دي الحقيقه اتحسمت فيها الامور الى حد بعيد، او اتحسمت فيها تذكرتي التاهل بين باريس سان جيرمان وبنفيكا. والجميل في دوري الابطال وخصوصا في النسخه دي منه ان انت بتفضل تحسب مع كل فريق عايز يتاهل لدور ال 16 النقاط اللي حصدها والنقاط اللي محتاجها لحسم التاهل. يعني احنا مش بنتفرج، احنا تقريبا كاننا بنلعب معاهم مش مجرد بنشجعهم. وسيبكوا برضو الدوري، يعني الدوري الاوروبي حاجه عظمه، يعني عظمه حقيقه.